السلام عليكم، معكم الاخت كريمه. اليوم حنا نحضروا مع بعض كيفيه تحضير لا شابلوغ اللي نحتاجوها في رمضان بزاف. نديروا بها المقبلات، حتى نديروا بها نعملوا بها الدولمه. اذا واش نحتاج خبز اليابس، يكون يابس بزاف. واش حنعمل؟ حنقسموا البنان سواء بالسكين ولا بالهد. ها البنان نحاول انه نفتو، من بعد نحطو في سنيوة، نشعل عليه الفرن من الفوق ومن التحت باش يتحمر الماء. إذا نحط هذا الياب نقطعو ونحطو يتحمر في الفرن ونعود نرجع فيه مع بعد. إذا كيما راكو تلاحظو هنا أني حمرت الخبز تاعي مليح من الفوق ومن التحت، نخليه يبرد تماما نرجعو فيه مع بعد. الآن هنا بعد ما الخبز تاعنا برد نجيب كيس بلاستيكي على 3 طبقات. باش نعمل؟ ندخل الخبز تاعي في الكيس ونبدا نضربه بالحلال، يعني هكذا باش بلا ما تخدموا بالرحوه وتعيوا روحكم ولا تخدموا بسكرفاج. هذه احسن طريقه وسهله وما تشدلكمش الوقت، كذلك يعني ما تطلبش انكم تجبدوا الدوزان تاعكم ولا توسخوهم. نكمل كامل الكمية نحطها في الكيس هكذا، ونبدأ نفرق الخطية ونعملو هكذا. تلاحظو أن الزيت توحدو نكمل نحشي الخبز تاعي كامل بها الطريقة ونرجع فيه من بعد. إذا بعد ما ضربت الخبز مليح، يعني ما يستحقش حتى أنكم تغربلو، يعني يجي وحدو مسكر، يجي كامل قوام موحد. لاحظوا معايا يعني شفتوا أنه بقات بعض من الشوائب يعني تاع الخبز. ما عليكم غير تقولوا في السيارة، لاحظوا معايا مليح. هنا باش توفروا المال تاعكم يعني بلا ما تشلوه، يعني هو رخيص في الاسواق لكن من المستحسن انك تعملي انت في البيت، يعني كي ما يكونش عندك الوقت ولا ماشي متوفر في البيت، يعني راح يعني ما تخليكش يعني ما ديريش الوصفه اللي حبيتي، يعني كي يكون خصك باش بلوغ في الدار. لاحظوا معايا الان راح نغربلها نحيلها كامل هذوك الزوائد الخشن اللي فوق. فوالا هاني هنا غربلتها كامل. نحكي معايا اذا كان هذا اول فيديو لتحضيرات لشهر رمضان الكريم. ان شاء الله يعدي علينا بالصحة ولهنا علينا وعلى كامل الامة الاسلامية. كما راكم تلاحظوا اليوم عملنا لا شابلوغ، ترقبوا الفيديوهات الاخرى القادمه لباقي تحضيرات رمضان. يعني هاد لا شابلوغ تستعملوها في الحلويات، تستعملوها في المقبلات، وحتى كما قلت لكم في الدولمه تعاون الحم باش ما يجيش ناشف. الى عجبتكم الطريقه ما عليكم غير تشاركوا الفيديو مع اصدقاء تاعكم، بارطاجيو الفيديو، ديروا جملة فيديو. نتلاقوا في وصفات اخرى. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.